لما خلق الله الجن جعلهم كائنات مخيرة بين طاعته وعصيانه، وأسكنهم في الأرض فكانوا أول المخلوقات التي سكنت الأرض قبل الإنس. كانت الجن مخلوقات تعبد الله وتتزاوج وتتكاثر، فكان لديها ممالك وشعوب وقبائل، إلا أنهم بعد ذلك بدأوا يتقاتلون فيما بينهم، فجرت بينهم معارك طاحنة سفكوا فيها دماء بعضهم البعض، فأرسل الله لهم الملائكة وجرت بينهم حربا عظيمة انتصرت فيها الملائكة وطردت الجن إلى الجزر والمحيطات والصحاري. وعندما أكملت الملائكة مهمتها وكانت عائدة إلى السماء، أمسكت جني صغير ورفعته معها إلى السماء، فتربى ذلك الجني مع الملائكة وكانت له مكانة عالية عند الله. فمن هو هذا الجني؟ وأين هو الآن؟ وهل ما زال في السماء مع الملائكة؟ وما قصة الحن والبن، تلك المخلوقات التي يزعم أنها عاشت في الأرض قبل الإنس والجن؟ وما علاقة كل هذا بخلق آدم عليه السلام ونزوله إلى الأرض؟ لنجيبك على كل تلك الأسئلة تابع معنا عزيزي المشاهد. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد، وإن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما لنا. هيا لنبدأ. كانت الجن أول من سكنوا الأرض، فقد خلقهم الله تعالى من نار السموم وخلقهم من مارج من نار. قال ابن عباس مارج النار هو طرف اللهب. وكانت الجن مخلوقات مخيرة بين الخير والشر، فكانوا يعبدون الله ويعمرون الأرض ويتكاثرون ويتزوجون، ولديهم قراهم ومدنهم وعشائرهم، إلا أنهم مع الوقت بدأوا ينحرفون عن عبادة الله، وانتشر بينهم الكفر والفسوق والرذائل، وبدأوا يفسدون في الأرض حتى أكثروا الفساد، وسفكوا دماء بعضهم البعض، ونسوا الله تبارك وتعالى، إلا فئة قليلة منهم من بقيت تعبد الله حق العبادة. ولما طغى الجن في الأرض أرسل الله عليهم الملائكة. ولكن عزيزي المشاهد قبل أن نحكي لكم ما دار بين الملائكة والجن، دعونا نتكلم عن رواية أخرى تتحدث عن وجود مخلوقات أخرى كانت تعيش قبل الجن تسمى الحن والبن. وللعلم هذه الرواية ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على صحتها، وتصنف من الإسرائيليات التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا نكذبها أو نصدقها. وهذه الرواية تقول إن أول المخلوقات التي سكنت الأرض هي مخلوقات تسمى الحن والبن، وقد كانت مخلوقات مرئية مثل البشر تستطيع المخلوقات الأخرى رؤيتها، فلم تكن مثل الجن مخلوقات خفية. عاشت هذه المخلوقات في الأرض وكانت لها أشكال غريبة، فبعضها يشبه الدودة العملاقة وأخرى يشبه الأشجار، فتكاثر الحن والبن لينتج عنهم سلالات أخرى تسمى الخن والدن، ومع الوقت تكاثروا. وقد كان لكل كائن من هذه الكائنات قوة معينة، فمنهم من يمكنه الطيران والتحليق، ومنهم من يمكنه الغوص في أعماق البحار، ومنهم من يستطيع أن ينزل إلى تحت الأرض، إلا أن الله خلق مخلوقات بعدهم كانت أقوى من الحن والبن، وهذه المخلوقات هي الجن. فكانت الجن أقوى بكثير من هذه المخلوقات، فكانت تتميز عنها بأنها كانت كائنات خفية لا تراها مخلوقات الحن والبن، فبطشت الجن بالحن والبن وحدثت بينهم معركة عظيمة. ولم تعرف الحن والبن ما هي تلك المخلوقات الخفية التي تهاجمها من كل مكان، وقضت الجن على مخلوقات الحن والبن، واستعمرت الجن الأرض وحدها. وبعد كل هذه الدماء والفساد أرسل الله ملائكته لمحاربة الجن، فطردت الملائكة الجن إلى البحار والمحيطات والصحاري. وكما قلنا في الرواية الأولى، كانت هناك فئة من الجن بقيت على إيمانها بالله وطاعته، وتقول الرواية أن هذه الفئة حاربت مع الملائكة ضد الجن الذين أسفكوا الدماء. وكان من بين هؤلاء الجن العابدين لله جن صغير يسمى عزازيل، وعندما صعدت الملائكة إلى السماء أخذت معها ذلك الجني، فجعله الله جميل المظهر
وأعطاه الله 4 أجنحة مثل الملائكة، فتعلم عزازيل من الملائكة العبادة والتسبيح، ومع الوقت أصبح عزازيل شديد الطاعة والعبادة، وكان لعزازيل مكانة كبيرة عند الله عز وجل. فعندما أصبح عزازيل في هذه المكانة قال: لقد صنعت ما لم يصنعه أحد، لقد أعطاني الله هذه المكانة لميزتي عن الملائكة. فعندما قال عزازيل هذا الكلام أصبح يرى في كل مكان طرد إبليس، لعن إبليس، خزي إبليس، كما أنه رأى على باب الجنة مكتوب: إن لي عبدا من جملة عبادي المقربين أمره فلا يمتثل لأوامري بل يعصي فأطرده وألعنه فأجعل طاعته وعمله هباء منثورا. فيوم قرأ عزازيل هذا الكلام قال: من إبليس هذا؟ أعوذ بالله منه، كيف يجرؤ على عصيان أوامر الله؟ وقال لله عز وجل: إذن لي أن ألعنه. فأذن الله عز وجل له. ويقال أن عزازيل ظل يلعن إبليس 1000 عام دون أن يعلم حتى من هو إبليس. وبعد هذا لما أراد الله تعالى أن يخلق آدم عليه السلام بعث الملك جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطين منها، فنزل جبريل إلى الأرض، ولما أراد أن يأخذ تربة من الأرض قالت له الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني. فعاد جبريل عليه السلام ولم يأخذ منها، وقال لله عز وجل: ربي إنها عاذت بك فأعذتها. فبعث الله هذه المرة ميكائيل، ولما أراد ميكائيل أن يأخذ تربة من الأرض قالت له الأرض نفس ما قالت لجبريل: أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني. فلما عاد ميكائيل إلى الله قال: ربي إنها عاذت بك فأعذتها. فبعث الله في المرة الثالثة عزرائيل ملك الموت، ولما أراد ملك الموت أن يأخذ تربة من الأرض عاذت منه الأرض هو الآخر، وقالت له: أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني. قال لها ملك الموت: وأنا أعوذ بالله من أن أرجع ولم أنفذ أوامر ربي. فرجع عزرائيل وقد أخذ تربة من الأرض، ولم يأخذ من مكان واحد بل أخذ من تربة بيضاء وحمراء وسوداء. ويقال أن هذا هو سبب اختلاف بشرات بني آدم، فصعد عزرائيل بتلك التربة إلى الله عز وجل، فبل الله التراب حتى صار طينا لازب أي لزج، والتصق بعضه ببعض مثل العجين، ولم تكن تعلم الملائكة ما سيفعله الله بهذا الطين. فقال الله لهم: إني جاعل بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فخلقه الله بيديه، فلما شكل الله جسد آدم عليه السلام تركه على تلك الحال ما شاء الله من السنين. وكان آدم عليه السلام ضخما، فلما مرت عليه الملائكة فزعت منه، وكان أشدهم فزعا هو عزازيل، فكان كلما يمر بجسد آدم عليه السلام يضربه، فكان يخرج منه صوتا كما يخرج من الفخار. وكان يقول عزازيل لهذا المخلوق الجديد: لأي أمر خلقت؟ وكان يدخل من فيه ويخرج من دبره. وبعدها قال للملائكة: لا تخافوا منه، فهذا أجوف وربكم صمد، ولئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما جاء الوقت الذي أراد الله عز وجل فيه أن ينفخ الروح في جسد آدم عليه السلام قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ الله فيه من روحي دخلت الروح من رأسه وبدأت تنزل شيئا فشيئا، فلما وصلت الروح إلى عينيه رأى ثمار الجنة من كل نوع ولون، ثم وصلت إلى فمه فعطس، فقالت الملائكة له: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فرد الله تبارك وتعالى عليه: رحمك ربك. ثم نزلت الروح إلى جوفه فاشتهى طعام وثمار الجنة، فقفز ووثب آدم عليه السلام قبل أن تبلغ الروح رجليه، مستعجلا أن يصل إلى ثمار الجنة. لذلك قال الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان عجولا. وأخيرا وصلت الروح إلى كامل جسد آدم عليه السلام في منظر مهيب، فجميع الملائكة ترى خلقا جديدا من مخلوقات الله خلقه الله بيديه، فسجدت الملائكة كلهم لآدم عليه السلام إلا شخص واحد، وهذا الشخص كان عزازيل، ذلك المخلوق الذي كان شديد العبادة والطاعة والذي كرمه الله تعالى.
ها هو الآن يعصي أوامر الله ويأبى السجود لآدم. فقال له الله: ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ فرد عليه عزازيل بكل غرور وتكبر: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فتكبر عزازيل على أوامر الله والسجود لآدم، وبسبب كبره وعصيانه لعنه الله وطرده من الجنة. وقال الله تعالى له: أخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فقال عزازيل هنا: قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، أي اتركني إلى يوم القيامة. فقال الله تعالى له: فإنك لمن المنظرين. فقال عزازيل لله هنا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فسأوقعهم في المعاصي والذنوب وأجملها لهم. وفي النهاية قد عرفتم من هو عزازيل، هو إبليس، وكلمة إبليس تعني المطرود. فبعد أن كان إبليس جميل المظهر وذي أجنحة مثل الملائكة، أصبح قبيح المظهر ولعنه الله ووعده بالعذاب يوم القيامة هو ومن تبعه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في أمان الله.